هذه الوقفة التأبينية التي نزفها ونرسلها من هنا من قلعة ولاد عيدون في الميليا إلى كافة أنحاء التراب الوطني. الجزائريون مفجوعون اليوم في وفاة قائد أركان جيشهم القائد صالح رحمه الله وأرضاه. القائد صالح المعروف بخصاله التي يشهد عليها زملاؤه ويشهد عليها كل الشعب الجزائري، ويكفيه أنه حقن دماء الجزائريين ووعد فأوفى، وعد ألا تسيل قطرة من دماء الجزائريين ولم تسل قطرة من دمائهم. هذه الوقفة قام بها شباب الميليا والمجتمع المدني من أجل الوقوف دقيقة الصمت والترحم على قائد الجيش القائد صالح، عرفانا وتقدير على المجهودات اللي بذلها من أجل إخراج البلاد بر الأمان. وهذا أضعف شيء ممكن نقدموه كمنطقة ثورية لأجل هذا المجاهد الكبير، رحم الله مجاهدنا واسكنه فسيح جناته. باسمي وباسم شباب منطقة الميلية منطقة الثوار ولاد عيدون أتقدم باسمهم بتعازينا الخالصة لعائلة الفقيد. مناسبة الأليمة، سكان الناس الميلية حزينين على فقدان هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يمر بالجزائر في مدة 10 أشهر بمرحلة جد صعبة. الافتخار والاعتزاز يغمر قلوبنا وقلوب الشعب الجزائري افتخارا وعرفانا لهذا الرجل الذي قام بوضع القطار على السكة بعد تجاوزه المنعرج الخطير الذي كانت فيه الدولة الجزائرية، والقائدها هو أحمد قايد صالح الذي كانت له مكانة في وقت التي تحتاج فيه كل الأمم إلى القيادات العسكرية الرشيدة والحكيمة رحمه الله. ربي يرحمه وربي يجعله في الجنة، هاشتا العزيز هاشتا كذا، ربي يجعله في الجنة. الجزائر فقدت أعظم رجل في تاريخ الثورة الجزائرية، من تاريخ الثورة الجزائرية. الرجل هذا رجل عظيم وفك الجزائر من مصايب كبيرة مثلو ما كانش في العام التانس، وأصبح جيش يحمي الشعب، يحمي الأمة، يحمي الديمقراطية. حتى في أوروبا ما صارتش 10 شهور كثر الدم ما سالتش، الحمد لله. ربي يرحمه وربي يجعله في الجنة إن شاء الله. ها الله يرحمه ويوسع عليه، وخلى الوطن لاباس إن شاء الله ويصير لاباس. نقول لك يا أخينا، يا من تركت لنا الأمانة، نحن سائرون على دربك، نحن سائرون على ما قمت به من إنجازات اتجاه وطنك. لقد حملت الأمانة، لقد كنت قائدا إماما للجزائريين، وكرست حياتك لخدمة هذا الوطن الغالي. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. ولكن أقول كلمة للشعب العظيم، الجزائر لا تزول بزوال الرجال. نحن